في 9 من أكتوبر من عام 1967 قتل الثائر اليساري تشي غيفارا في بوليفيا، وهذا يعني أن غدا هي الذكرى 50 لقتله. أصبح تشي مشهورا بشكل كبير بسبب دوره القيادي في الثورة الكوبية عام 1959. بعد مرور 50 عاما على قتله، نعرض هذا التقرير لمفادتنا جنان موسى التي توجهت قبل سفرها لإقليم كردستان لمتابعة وقائع الاستفتاء وتداعياته، توجهت إلى كوبا لتتعرف على حال البلد وإذا ما كانت تشي غيفارا لا يزال شخصية شعبية أم لا. نحن في هافانا، المدينة التي تلهم جميع زوارها. صور إرنستو تشي غيفارا تنتشر في الشوارع وتطبع على الجدران والسيارات وحتى على السيجار الفاخر. حتى بعد 50 عاما من مقتله بقي هذا الثائر اليساري الذي ولد في الأرجنتين وقاتل في كوبا وقتل في بوليفيا بطلا في عيون الكثير من الكوبيين. إلى ضريح تشي في مدينة سانتا كلارا نتجه من العاصمة الكوبية هافانا على الطريق السريع الذي تغيب عنه السيارات بسبب الضرائب الحكومية التي تسببت بعجز كبير في وسائل النقل. أكثر ما يلفت الأنظار هنا هو تمثال تشي الضخم الذي تلتف حوله ضمادة للتذكير بإصابته بكسر في معركة سانتا كلارا. يتوافد آلاف السياح إلى هذا المكان كل عام لالتقاط الصور والسيلفي مع هذه الشخصية التي تحولت إلى أسطورة. خلف هذا النصب التذكاري يقع ضريح تشي غيفارا. هنا في الداخل يقع ضريح تشي غيفارا 50 عاما بعد وفاته، والزوار يتوافدون بشكل مستمر من جميع أنحاء العالم لرؤية قبره. سأذهب أنا إلى الداخل، ولكن للأسف لا أستطيع أن أدخل مع الكاميرا لأن التصوير ممنوع في الداخل. تخبرني هذه السيدة الكوبية أن تشي لا يزال رمزاً للثورة ومصدر وحي للكثيرين. بالنسبة لكثير من الناس تشي غيفارا لا يزال يعنيهم، فالكثيرون يؤمنون به بشكل قوي. ربما لم يعد البعض يؤمن بما يمثله، لكنه بالنسبة للغالبية لا يزال مهماً، والعديد من الأطفال يريدون التشبه به. ولكن رومانسية الثورة التي تتجسد في شخصية تشي غيفارا بعيدة كل البعد عن واقع الحياة اليوم. فكوبا بلد شيوعي فقير جدا، يصل فيه الدخل الفردي إلى 25 دولارا شهريا، وتسيطر الدولة بصورة شبه مطلقة على الاقتصاد. عربات الخيل وسيارات اللادا الروسية وكذلك السيارات الأمريكية القديمة جدا هي السائدة. إنها سيارات بمثابة أيقونة تعطي كوبا طابعا خاصا وتشعرك أن الوقت توقف هنا منذ زمن. ولتحسين اقتصادها ولجذب الأموال فتحت كوبا أبوابها للسياحة العالمية، ولعل أجمل ما في هافانا اليوم هي المباني القديمة المهترئة التي تقوم الحكومة بترميمها وإعادتها إلى سابق عهدها ومجدها، كهذه الصيدلية القديمة التي ربما تكون الأجمل في العالم، كما وسمحت الدولة بإنشاء أول مسجد للمسلمين في هافانا ليمارسوا فيه شعائرهم الدينية. هذا الانفتاح الحكومي قابله تهافت كبير من السياح، من عشاق الموسيقى المنبعثة من المقاهي إلى هذا البلد الذي يشبه متحفاً مفتوحاً في الهواء الطلق. تستطيع التنقل بين مدنه على متن قطار قديم. يصر على السفر بدون كلل أو على ظهر حصان يسابق الريح. وحتى هنا من الصعب أن تفوتك صورة تشي غيفارا.
جنان موسى، أخبار الآن، كوبا.